طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، ونستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. في البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نريد في بداية الحلقة أن نتحدث عن الهجمات المستمرة على بعض المناطق في محافظة ديالى، ما يسبب نزوح المدنيين من هذه المناطق إلى مناطق أخرى، طبعا تتعرض إلى قصف وتهديد من قبل ميليشيات في محافظة ديالى وسط صمت القوات الحكومية. في تقرير صحفي لصحيفة العربي الجديد جاء فيه بأنه على الرغم من العمليات العسكرية التي تعلن عنها القوات الحكومية بين الحين والآخر لضبط الأمن في محافظة ديالى شرقي البلاد، إلا أن بعض المناطق لا تزال تشهد هجمات متكررة بين أسبوع وآخر بشكل يجعل من صفحة النزوح مستمرة في هذه المحافظة على مستوى قرى وقصبات مختلفة، غالبيتها شمال وشمال شرقي المحافظة الحدودية مع إيران. مصادر محلية في محافظة ديالى تحدثت لصحيفة العربي الجديد وقالت بأن سكان منطقة الهيتاويين التابعة لبلدة العظام شمالي المحافظة اضطروا خلال الأيام الماضية للنزوح إلى مناطق أخرى بالمحافظة على خلفية تعرض الهيتاويين إلى هجمات متكررة آخرها الأحد الماضي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وأوضحت بأن السكان قرروا النزوح بعد أن فقدوا ثقتهم بقوات الأمن التي عجزت عن حمايتهم طيلة السنوات الماضية. بحسب المصادر فإن الهجمات تضمنت أيضا محاولات تخريب يتضح جليا بأن هدفها هو تهجير السكان ودفعهم إلى النزوح، كتخريب محولات الكهرباء في المنطقة وضرب مضخات مياه مختلفة، عدا عن استهداف مواطنين قرويين بالخطف أو بالضرب المبرح. هذا أسلوب تتبع ميليشيات مسلحة لها سجل واسع في عمليات التهجير كما جاء في تقرير صحيفة العربي الجديد في هذه المحافظة بدوافع طائفية. طبعا الهجمات تضمنت أيضا محاولات تخريب يتضح جليا بأن هدفها كما قلنا تهجير السكان ودفعهم إلى النزوح. إلى ذلك أكد رئيس بلدة العظام عبد الجبار العبيدي بأن قوات الجيش أطلقت خطة انتشار واسعة في محيط منطقة الهيتاويين الواقعة في أطراف البلدة قرب الحدود مع محافظة صلاح الدين، وأشار في تصريح صحفي إلى نشر قوة ثابتة مع نقاط تفتيش مرابطة متعددة فضلا عن اعتماد أسلوب الأطواق لتأمينها من كل الجهات، ولفت إلى أن خطة الانتشار جاءت بعد نزوح أهالي المنطقة أخيرا إثر تعرضها إلى هجوم قبل أيام أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وأضاف بأن خطة إعادة الانتشار ستعقبها خطة إعادة الأسر النازحة كما قال بعد تأمين محيط الهيتاويين بالكامل. احنا صار لنا اكو مناطق بالعراق 5 و6 سنوات و3 سنوات و4 سنوات بيد القوات الحكومية بيد الميليشيات والأهالي ما يقدرون يرجعون. المتحدث باسم ميليشيات الحشد في ديالى وهو صادق الحسيني تحدث وقال بأن هجمات إرهابية تعرض لها مدنيون عزل، وبين بأن بعض الهجمات نفذت من قبل إرهابيين من تنظيم داعش، يقول جاءوا من خارج المحافظة وتسللوا عبر الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين. في رد غير مباشر على اتهام الميليشيات بتلك الهجمات في المقابل، فإن زعماء محليين أشاروا إلى وجود جماعات أخرى تنشر العنف في محافظة ديالى بالإضافة إلى عناصر داعش كما قالوا. وأكد الزعيم القبلي حميد الجبوري بأن بعض الميليشيات لا تزال تمارس عمليات استهداف وتهديد وتهجير في بعض مناطق محافظة ديالى، وأعرب في حديث لصحيفة العربي الجديد عن استغرابه من استمرار صمت السلطات الحكومية عن الجرائم المتكررة التي ترتكبها الفصائل المسلحة
والتي نتج عنها عمليات نزوح فردي من بعض القرى الواقعة في منطقة الوقف وبلدات أخرى بسبب الخوف أو الخضوع للتهديدات المباشرة. الشهر الماضي وجه العضو السابق في البرلمان عن محافظة ديالى محمد الدايني اتهامات لميليشيات مسلحة وصفها بميليشيات اللا دولة باستهداف المدنيين في المحافظة، ولفت إلى أن بعض الاعتداءات جرت أمام أنظار القوات الأمنية، وأشار إلى أن القتل والحرق والتجريف تستهدف مناطق بالمحافظة من أجل تهجير ما تبقى من سكانها. هذا موضوعنا للحلقة، أو في بداية الحلقة نأخذ هذه الجزئية من هذا الموضوع. طبعا الأسئلة تطرح، أين القوات الحكومية؟ أين الدولة مما كل ما يحصل؟ ولكن كذلك بالمقابل راح يقول لك بعض الناس، يقول لك هم المنطقة الخضراء ما قادرين يسيطرون عليها من الصواريخ التي تسقط عليهم بشكل يومي أو بالأسبوع مرتين ثلاثة من قبل بعض الميليشيات التي تطلق صواريخ الكاتيوشا إن كان على المنطقة الخضراء أو على مطار بغداد. شنو الهدف الجماعة؟ دي يهجرون الناس ودي يقتلون الناس في محافظة ديالى، ورجعت لكم هذه المناطق وصارت بيد القوات الأمنية وبيد الحشيد. ليش هذا الترويع وليش هذا التغيير الديموغرافي اللي دعت تمارسونه على الناس؟ هل هناك خطة أخرى تجري لإجلاء أهالي هذه المحافظة وتغيير ديموغرافي متعمد؟ إيش راح يسوون الجماعة؟ راح يطلعون فيلم جديد غير داعش، لو هو نفس سيناريو داعش يكرروه ويهجرون الناس من مناطقها؟ يعني خاف بعض الناس النازحين اللي رجعت إلى هذه المناطق يريدون أنه بيسوي لهم فيلم جديد؟ الله أعلم. يعني المؤشرات تقول هكذا، المؤشرات تقول هكذا. وين القائد العام للقوات المسلحة؟ وين قائد عمليات محافظة ديالى إذا نتحدث عن محافظة ديالى وما يجري فيها؟ يعني ما معقول أنه اليوم أنت تقول أني دولة وعندي سيادة وإلى آخره. طبعا على الأرض هذا ما موجود هذا الكلام. أو تجي ميليشيا تقصف وتهدد وتحرق وتخرب الكهرباء، محولات الكهرباء، الكهرباء شبه معدومة، وكذلك يعني تحرم هذه المناطق من المي. دائما نقول إذا واحد مشتبه ب، مع الأسف هذا الكلام ينطبق على الدولة لو كان هناك دولة، ما معقول أنه اليوم أنت إذا أكو واحد مشتبه به متهم بعمليات إرهابية أو غيرها، يعني هل تعجز عن إلقاء القبض عليه وفق مذكرة قضائية وتروح تحقق وياه وتفتهم هذا شنو شغله، هذا سوى، هذا مذنب غير مذنب، وتحاكم أمام قضاء نزيه؟ لو أنت تجي تدمر قرى ومدن ومحافظات كاملة بحجة وجود كم واحد تتهمهم أنت بأنهم إرهابيين. الدوافع الطائفية واضحة الآن وقبل ذلك. إدارة الدولة من العام 2003 ولغاية الآن وما نتج عنها، يعني الجماعة لغاية الآن يريد يقصي كل المكونات، إقصاء كل المكونات، ويظن أنه قادر على، طبعا البعض مو الكل، البعض من المتحكمين، نتكلم عن المتحكمين ولا ليس نتكلم على يعني عقلية المجتمع العراقي، لا، نتحكم عن عقلية المتحكمين بالعراق منذ العام 2003، يظنون بأنهم قادرين على تغيير ديموغرافي وعلى جعل العراق تابع لهم فقط، وخلي يروحون ذولا وين ما يروحون يروحون، يعني يظنون أنهم هم خالدين، أنهم سوف يبقون في الحكم وإلى قيام الساعة. ما يعرفون يعني هذه الدنيا، يعني الله سبحانه وتعالى تتغير الأوضاع بين ساعة وساعة وبين يوم ويوم وبين سنة وسنة، وتنقلب الطاولة عليهم، وبعدين تعال يقوم يصيحون الحقونا إحنا مظلومين. يعني هم تسببوا بظلم في العراق لم يرتكب في العراق على كافة الأزمنة، حتى يعني إذا تحدثنا بالتحديد عن تاريخ العراق الحديث، العراق لم يشهد هذه التغييرات الديموغرافية وهذا القتل وهذا التخريب سوى مع الأحزاب التي تدعي بأنها أحزاب وميليشيات إسلامية. معنا اتصال أبو محمد من الموصل، تفضل أبو محمد. أبو محمد تسمعني؟ انقطع أبو محمد. عندنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح.
صباح، تسمعني؟ نعم أسمعك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالنسبة لمعاناة محافظة الديالة من 2004 من الطائفية ولحد الآن هي نفس المعاناة. احنا نعرف أن المحافظة المهيمن عليها والمسيطر والقرار الأول والأخير بيد منظمة بدر، يعني من زمان، لأن هي حدودية مع إيران والحرس الثوري متدخل وعندهم عدة معسكرات وبيها أراضي يعني واسعة مع جارة السوق إيران، فالمسيطر هم بدر. فهذا القصف اللي يسمونه عشوائي على تحديدا على قرى سنية في سبيل الغاية، من عنده يريد يهجرون السنة من المحافظة في سبيل يصير لهم قاعدة أو يدمجوها مع إيران، ماكو أي قرى تقف بوجههم أو ناس تطلع ترفع مستقبلا سلاح بوجههم أو ناس تعارضهم سياسيا أو ناس تقف وجوههم، يريدون المحافظة إخلاء المحافظة وتغييرها ديموغرافيا من قبل السنة. هاي معلومة يعني كل العراقيين، اللي حتى مرات اكو ناس تستحي تحكي بالطائفيه، بس هذه الحقيقه، يعني الحقيقه المره ان دياله مقصود منها من قبل المالكي وهادي العامري ان تهجير اهلها، يعني اللي كانوا عايشين مئات السنين عايشين اهل دياله سنه وشيعه واخوان وما بيناتهم شيء، مثل ابو صيده وبعقوبه والسعديه وغيرها وناس مصاهرين، لكن من اجت هاي حكومه الاحتلال اللي هم جم من صبوهم الامريكان وهسه يعارضون التواجد الامريكي، انتم شنو العالم، يعني شنو غشمه، ما مفتهمين سياستكم بعد ما تمكنتوا من اداره الحكومه، انتم تريدون هسه تطلعون الامريكان في سبيل يخلق جو لكم وتهجرون وتقتلون، ما عندهم غير سياسه وغير منطق الكواتم والعبوات والهاي القصف العشوائي. فالدياله معرضه مو اليوم استاذ، يعني معرضه من اكثر من 10 سنوات الى هذا القصف الممنهج على مناطق محدده، واقسم لك بالله من امر لواء بوزاره الدفاع كان يداوم بالسعوديه جيش طبعا، اللي قال لي والله العظيم قال لي يجي بالموكب مالته من السعوديه الى بغداد، قال اجي قريه شيعيه ان بيها حياه وبيها محلات وبيها ناس وبيها اولاد يلعبون، يطلع الشارع العام يباوع، يقول اباوع وراها فتره مسافه، يقول قريه سنيه، يقول مهجور عن بكره ابيها، المحلات مكسره، بيوت محروقه، حياه ما بيها، ماكو بشر. يعني دياله مو اليوم، بس احنا عتبنا على السياسيين السنة الموجودين محافظة ديالة، دول مو سياسيين سنة، دول خونة وعملاء وما عندهم غيرة، المفروض يعرفون معاناة المحافظة ديالة ومين جاي تعاني منو سبب هاي الأمور، يعرفوها بدر، بس صدقني استاذ ما عندهم الشجاعة والرجولة كان من يكون من السياسيين السنة الموجودين بديالة انه يطلع بالإعلام ويقول يابا منظمة بدر والحرس الثوري صار لهم أكثر من 10 سنوات جاي يهجرون بالقرى السنية ويتم قصفها، ليش تقصفها في سبيل أهلها يهجون؟ ليش تقطع الكهرباء عنهم في سبيل أهلها يغادرون المنطقة؟ وخطف وقتل على الهوية، وأكو أحداث جاي يصير بدياله حتى الإعلام ما ينوه عليها، إعلام الحكومي يعني يغطون على كل الأمور، الخطف والغيرة، دعك من السجون اللي انملت كلها 4 إرهاب، كل سني موجود بدياله هو متهم بهذا القانون الحقير اللي خلاه برايمر وخلى كل السنة معرضين لهاي، يعني شيء 4 إرهاب. هؤلاء من يقومون بهذه الأعمال، تغيير الديموغرافي، التهجير، القصف على هذه القرى وهذه المدن، كان في ديالة أو غير ديالة، بس إذا إحنا نتحدث عن ديالة، يعني هم برأيك إلى وين يريد يوصلون؟ يريد يفرغون المحافظة من السنة، يعني 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 حرب طائفية ضد السنة، يريد يهجرون السنة من منطقة دياله في سبيل يصير قاعدة للحرس الثوري أو الميليشياتهم معسكرات في سبيل تفرغ لهم دياله، ويقولون دياله كلها شيعية، هيك يريد يعيشون الناس، مع العلم المجتمع العراقي وبالتحديد هاي المظاهرات اللي صارت ببغداد وبالجنوب رافضين هاي النبرة الطائفية ان يحكون هذا سني وهذا شيعي، بس هي نحكي احنا على مال الحكومة، لان هسه رئيس الوزراء ما يعرف شكو ماكو بدياله، ليش هو مو كان على مدير جهاز للمخابرات ويعرف منو اللي يحمل سلاح ومنو عنده كواتم ومنو عنده باجات وهاي العمليات الخطف والقتل بدياله وغير دياله، من يقوم بها؟ مدير المخابرات رئيس الوزراء الكاظم يعرف وعنده علم، لكن شنو هذا الصمت؟ لان هو جزء من عندهم وما يقدر يغرد خارج السرب، صدقني ما يقدر يغرد خارج السرب ويتوجه على اي ميليشيا موجوده بدياله. وين جهاز مكافحه الارهاب؟ ليش طلعهم
طلعوا ذيولهم وطلعوا رؤوسهم من صارت المعارك مع تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار والموصل وصلاح الدين، وتم إبادة المنطقة، الأرض المحروقة، تدمير المنطقة بالكامل، الأيسر والأيمن وبيجي وصلاح الدين والأنبار والرمادي دمروها على رؤوسها جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية. قصف عشوائي مدفعي مدعوم من قبل إيران بذخائر بكيفه، يعني بكيفه هسه يظل يقصف من الصبح قالهم بالموصل يظل يقصف عليها للعصر. ليش؟ لان كلها منطقه سنيه، فهسه اللي جاي يصير بالقرى السنيه بدياله نفس نفس الميليشيات، هي ميليشيات حكوميه نفسها جهاز مكافحه الارهاب او الشرطه الاتحاديه او غيرها، هم نفسهم هسه ميليشيات صغيره مسنوده من الحكومه. وين الجيش؟ وين الداخليه؟ وين ابو الاستخبارات مال الديالي؟ نعم، ليش ما تلقى القبر عليهم على هذا القصف العشوائي؟ صباح من بغداد كان معنا زيد من بغداد كذلك، تفضل زيد. عليكم السلام دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير. يا اهلا بك دكتور. عمر عدينا من الشهر 3 ولحد الان مسيطر عليها بدر، وتعرضت الى اسوأ المعالات، وتعرضت إلى عبادات جماعية. تدري دكتور عمر، أول التهجير ما صار بيا محافظة، صار بمحافظة ديالة. نحن من مناطق حزام بغداد، ديالة ترس حزام بغداد من سكان النازحين السنة، العرب السنة. نعم. يعني في 2006 اليوصل لديالة تسمى اسمي ينذبه. تدري هاي الحكومة شو مسوية دكتور عمر؟ الشيعي مجوعته والسني كاتبته. أنا مو طائفي، احنا كلنا عراقيين دكتور عمر. نعم. أكو عشيرة سنية تقدر تشيل سلاح إذا ما تمسح عن بكرة أبيها؟ ليش هنا السلاح بيد العشائر الجنوبية؟ هذا يسموه منفلت، وبالعشائر السنية يسموه إرهاب. شنو هذا الكيل بمكياله؟ لماذا هذا الكيل بمكياله؟ لماذا أرد أسأل الكاظمة وأسأل الرؤساء الوزراء اللي قبله؟ يعني هل هم أحرص على العراق من العرب السنة؟ العرب السنة مثل ما قال صار 1400 سنة على ما قال محكم العراق، لا حكموا قاسية ولا حكموا قتل ولا ذبح ولا صار، هم اللي بنوا العراق، هم اللي أسسوا العراق. دكتور عمر، دكتور عمر، العرب الشيعة مغرر بيهم فخلوا يصحون، والله مصيرهم مصيرنا، مصيرهم مصيرنا دكتور عمر. بس أنا أهني أهل الديالة، أهني الديالة، الخير جاي. تدري شلون دكتور عمر؟ الخير جاي. تدري شلون؟ سليم الجمهوري زرع شعر وعدل خشمه وزغر شفايفه وشفته وجهه، فالخير جايهم إن شاء الله. هذا ابن ديالة البار، ابن ديالة البحر، رئيس البرلمان ما قدر يطبها، رئيس البرلمان والله البسبوطة سمرة. وأنا مو رئيس برلمان، أنا قائد بالجيش، سأصير قائد بالجيش والله العظيم، أحسن أمور الناس، رئيس برلمان. شنو رئيس برلمان ما قدر أحل وأربط؟ خلي يستقيل، خلي يقعد، اللي ما بكيخ لأهله خلي يتشب ويقعد دكتور عمر. نعم. الله يعين. أنا أشكرك دكتور. أنا أشكرك، زيد من بغداد كان معنا. أبو علي من المدان، تفضل أبو علي. أبو علي تسمعني؟ انقطع اتصال مع أبو علي. أبو زكريا من كركوك. عزيز. أهلا وسهلا بك. إن شاء الله. حياك الله. حياتي على كل المسلمين العراقيين إن شاء الله. أمثال صباح من بغداد. بس أقول بزيادة، وين هاي وين المجرمين الكفر هذول؟ الجامعة السارية غير سارية، وقتلت المجرمين بالحويجة وبالرمادي، وين هذول القتلة؟ هذول القتلة يعني بس واحد من عندهم يطلع بالتلفزيون هذول القتلة اللي ما يخافون من الله، القتلة سوري المالكي، والله العظيم والله العظيم يا أستاذ محمد، ما عندنا حكومة، بالله العظيم بالقرآن العظيم ما عندنا حكومة، عندنا حكومة قتلة يقتلون أولاد العراقيين. شوف هسه ابن محمد خلعت لك هسه، شوف
700 متظاهر انفتح عند الجريح. وين هذا؟ وين هذا الكاظمي وغير الكاظمي وعبد المهدي والمالكي؟ بالله العظيم كل كل من صلي بالجامع، نعم كل من صلي بالجامع الدم يسوق. كل هاي الحكومة الجايفة الإيرانية. بس علي مدافع محمد ابن محمد لا تجاف عليه، علي خلاص يجيب باسد الكلي تربت عبد المجيد، علي السياسيين خليهم نعم ده يطلعون في برامج، ده يطلعون في برامج أخرى كضيوف أبو زكريا. لا 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 خليهم خليهم ويا أصواتكم. لا مها ويا أصوات العراقيين. نعم أنا أحبهم. الله يسلمك. ما إحنا هذا البرنامج هو مخصص لكم وقت ضيق. بس خلونا نعم. بس ابن محمد بس خلوا هذول السياسيين مثل باسل الكردي ورافع الفلاحي خليهم يجابون العراقيين. هذولا أحبائي، هذولا روحي، هذولا أحبهم. الله يحفظك. الله يسلمك ويحفظك ويخليك. أنا أشكرك أشكرك أبو زكريا من كركوك. طبعا إحنا نتحدث عن محافظة ديالى، الأمر ليس بجديد، والمحافظة تعاني ما تعاني منذ العام 2003 ولغاية الآن، والأمر مستمر بها، الأمر مستمر بها، والاستهداف الطائفي واضح من قبل ميليشيات مثل ما استمعنا إلى بعض المتصلين قالوا، وهو هذا الواقع مع الأسف. ميليشيا بدر، طبعا هناك عشرات المساجد مغلقة، وهناك عشرات المساجد خربت. إذا نتكلم بالعموم في محافظة ديالى تحولت إلى بعضها تحولت إلى يعني مراكز للميليشيات. الأمر يجي ويقول لك إحنا يعني أخلاقنا أخلاق إسلامية وأخلاق آل البيت، وهذا منافي عن الواقع أبدا، يعني لا يحمله لا عقل ولا منطق ولا حتى مجنون. فالجماعة متقصدين هذه المحافظة، محافظة على الحدود الإيرانية العراقية، محافظة يريدوها يخلوها تابعة لهم مثل المناطق، وإحنا شفنا هناك مناطق مثل جرف الصخر لغاية الآن هي بيد الميليشيات، أصبحت منطقة للسجون، منطقة لتصنيع الأسلحة، منطقة لتخزين أسلحتهم كذلك. الملف باعتراف الكثير من السياسيين وعلى رأسهم أياد علاوي قالها بصراحة بأن ملف جرف الصخر بيد إيران وبيد حزب الله اللبناني. فهذا اللي يصير بالعراق، ولما يجون يتكلمون يحشون الجماعة يقول لك إحنا عندنا دولة وعندنا سيادة. وقتها محمد الغبان راد وهو وزير الداخلية الأسبق راد يفوت إلى هذه المنطقة جرف الصخر، ما خلوه بل ألقوا القبض عليه وقال له وساطات يلا هدوه، كان وزير الداخلية. فشوف الحال بالعراق وين واصل. أبو زهراء من السماوة، تفضل أبو زهراء. نعم عين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، أسمعك عيني. شارك أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. هذا أستاذ عمر على البرنامج اللي تقدر تنصل التلفزيون حتى أفتهم عليك. التهجير مع المناطق الغربية. تقدر تنصل التلفزيون؟ اي نعم نصي وتكلم تفضل يعني. اي فهذا تكمله للمناطق اللي بيها رموز المقاومه الوطنيه، اللي كتله 4000 جندي من الاحتلال. يعني هو مش يعني انه كونهم دول الطائفه السنيه، لا، وانما المناطق الغربيه، المناطق الغربية هي اللي بيها رموز المقاومة الوطنية،
بيا طيارين وبيا قادة العمليات وبيا فهاي هي ضمنها تكمل الى هاي. نعم. يعني هل هذا المخطط اللي صاير هو من 2003 ولغاية الآن من قتل وتهجير وتصفية، أنت تريد تقول أنه مخطط وضعته إيران تنفذه عبر ميليشياتها؟ أبو الزهراء؟ لا طبعاً. لا نعم. طبعاً هو مخطط، هذا مخطط، هو تكمل المخطط هذا، لأنه زيادة تابعة للمنطقة الغربية. زيادة تابعة لمن؟ اي فشو داعش؟ فيقولون ها والله لقينا داعش بكل منطقة، لقينا هو مو داعش، هو من سكان المناطق يا داعش. هذا حتى المجنون بعد ما تمشي عليه، هاي حتى المجنون بعد ما تمشي عليه. نعم. وانا كل منهم الناس استاذ عمر. انا اشكرك ابو زهراء من السماوه كان معنا. ابو الحسن من بغداد، تفضل ابو الحسن. السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. واحيي كل كادر القناه الرافدين الابطال. حياك الله، يا اهلا بك. استاذ عمر، احنا نعرف انه عمليه التهجير هي مخططينها بعد الاحتلال مباشرة، انه المناطق اللي بدأت تهجر من 2003 ولحد الان هي مناطق ديالة ومناطق الغربية وجرف الصخر، اذني استهدفوهم تخطيط ايراني مع الحكومة وميليشياتها اللي الان هي ميليشياتها اقوى من الدولة وبالتالي سلاحها اقوى من سلاح الدولة، وذاك الوقت حتى يخلقون الفوضى والطائفية في المناطق، لأنه هذا الدم اللي يروح وعملية تهجير راح يبقى لتاريخ بعيد، وهذا سببها المخطط الجهنمي نقدر نقوله، مخطط تدمير العراق وتدمير العلاقات بين أبناء العراق بين أبناء الشعب العراقي من خلال هذا المخطط اللي قوده ايران وقوده الميليشيات الان. فعمليه تهجير في دياله ايضا اثني على الاخ اللي قبلي انه انبثقت منها المقاومه وانبثقت في بغداد وايضا المناطق الغربيه. استهداف لكل الرموز الوطنيه كما قال اخي قبلي، واستهداف كل انسان ما يقبل الوجود الايراني. سواء من كل الطوائف، مو بس يعني انا اقصد الطائفه السنيه او غيرها. كل انسان وطني وكل انسان يتعارض مع النظام الملالي ونظام الحاكم الان اللي تحكمه الميليشيات في العراق، هم يستهدفوه حتى اذا ما يريد هم يهجروه فيدفعون عليه عناصر من الطائفه الاخرى حتى ذاك الوقت يخلقون المشاكل لدى المناطق، وبالتالي حتى ما تعود الروح الوطنية للعراقيين. هذا يريدون يسوون شرخ بين أبناء الوطن الواحد، وهذا المخطط مخططت له إيران وأمريكا. أمريكا احتلت العراق. نعم. أبو الحسن، بهذا التوقيت هناك من يقول يعني هذه العمليات وخلط الأوراق يريدون الهدف منها يموتون ثورة تشرين. نعم. شلون نشوفها؟ اي نعم. هذا المخطط، لان احنا نعرف ثورة تشرين تلقت تأييد ودعم من كل المحافظات سواء الغربية او الجنوبية، وبعدين ثورة تشرين اخي عمر هي وحدت الشعب العراقي بكل طوائفه، نبذت هاي الحكومة ونبذت الميليشيات، الدليل انه الميليشيات الان في مناطق الجنوب وبالذات محافظة الناصرية البطلة اللي انبثقت منها ثورة تشرين، الآن لا توجد ميليشيات ولا توجد أحزاب
بسبب انه الروح الوطنيه اللي موجوده عند مواطنين وشباب الذيقار والبصره وايضا المناطق الغربيه. نعم. فنشوف يريدون من خلال هذا عمليه التهجير يريدون يموتون الروح الوطنيه والروح الثوريه للشعب العراقي وبالتالي عمليه انفشال الثوره. ولكن انا اقول الثوره مستمره ولن تفشل ان شاء الله وسوف تنتصر عن قريب الثوره على عملاء ايران وايران والحكومه وملاليها وبالتالي على الميليشيات. والا لا سمح الله اذا انتهت الثوره سوف ينتهي العراق لانه الروح الوطنيه الان هي وحدت الشعب العراقي والثوره هي وحدت العراق من جنوبه الى شماله وبالتالي رفضت الطائفيه ورفضت الميليشيات المتواجده في المناطق ديالى او غير ديالى وبالتالي هي دعم المناطق هاي دعم للثوره واستمراريه الثوره هي من خلال دعم الناس والشباب من المناطق الغربيه والجنوبيه وان شاء الله عن قريب الثوره منتصره على على حكام المنطقه الخضراء وبالتالي على الميليشيات وعلى قيادات الايرانيه المتواجده في العراق. نعم. رفض الوطنيين ورفض الشباب العراقي للوجود الايراني في العراق لانه سببها هي عمليه تهجير وبالتالي قتل الكفاءات العلميه حتى ذاك الوقت يصبح العراق لا توجد به كفاءات ولا توجد به علماء بسبب دعم النظام الايراني الى الميليشيات. نعم. أنا أشكرك أبو الحسن من بغداد كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة من برنامجكم صوتكم نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الكرام ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، نريد نتحدث في هذه الجزئيه الثانيه من برنامج صوتكم حول احكام صدرت بحق ضباط بتهم قمع متظاهري ثوره تشرين والتساؤل ماذا عن الميليشيات. طبعا السلطه القضائيه في العراق يوم امس اعلنت بانها احتجزت عددا من الضباط ومنتسبي الاجهزه الامنيه بتهمه قمع المتظاهرين. أصدرت أحكام قضائية بحق آخرين تنتظر قرار التمييز بشأنها فيما تساءل ناشطون عن مصير عناصر الميليشيات المسلحة المتورطة بتلك الأعمال وحذروا من حمايتها من المساءلة القضائية. طبعا التظاهرات العراقية كنا نعرف بأنها شهدت واللي عمت غالبية المحافظات منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي والتي أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة شهدت أعمال قتل واستخدام للرصاص الحي ومن
قبل طبعا عناصر الأمن والميليشيات وعمليات تعذيب وخطف بحق ناشطي التظاهرات، فضلا عن عمليات اقتحام ساحات التظاهر ووراها صارت عمليات اغتيالات طالت الناشطين نفذتها عناصر تابعة للميليشيات المسلحة، تسببت بمقتل أكثر من 700 متظاهر وجرح نحو 25,000 آخرين. طبعا وفقا لبيان أصدره المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، فإن رئيس المجلس فاق زيدان استقبل مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، بحث معهم الإجراءات القضائية بشأن حوادث مقتل وإصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية. هنا أنا طبعا نخلي إشارة، القضاء لماذا يجتمع بقيادات أمنية حتى يصدر مذكرة إلقاء قبض بحق ضباط أو جنود أو أي شخص كان حتى يلقي القبض عليهم بتهمة أنهم قتلوا أو جرحوا أو خطفوا إلى آخره؟ يعني هاي ما صايرة بالعالم كله، أنه أنا اليوم رئيس القضاء الأعلى أو أنا حاكم أو قاضي أجي أجتمع مع ضابط الشرطة أو الأمن أو أي جهاز أمني أقول له أنا أريد ترى أصدر مذكرة إلقاء قبض، فالأمر بإنه أنه إحنا نتفق على الأسماء، هذا واحد اثنين ثلاثة ونستثني فلان وفلان وفلان، الأمر ترى واضح يعني ما يحتاج لحتى تحليل أو تفسير. أضاف بأن رئيس المجلس أكد بأن الهيئات التحقيقية المختصة بتلك القضايا أصدرت عددا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إلا أنه بموجب قانون التبليغات العسكرية وقانون تبليغات قوى الأمن الداخلي يجب الاستحصال على موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية لتنفيذ تلك المذكرات، وأشار إلى أن الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة استدعت كل من وزيري الدفاع والداخلية السابقين للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيقات في تلك القضايا. المفروض طبعا أنه يعني يصدرون مذكرة إلقاء قبض مو استدعاء للتشاور. معنا اتصال شاكر من بغداد، تفضل شاكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شاكر عمر، أهلا وسهلا. يعني خبر ما عندي، عندي التلفزيون ما يشتغل، ما اعرف عن موضوعكم اليوم عن شنو. شلون عيني شاكر؟ اقول لك التلفزيون ما عندي وما عندي برنامج. نعم تحدثنا في بدايه الحلقه حول قصف مناطق في محافظه ديالى وتهجير اهلها، وهسه بدنا نتحدث عن مذكره القاء قبض بحق بعض الضباط أصدرها القضاء في العراق. تسمعني شاكر؟ انقطع اتصال مع شاكر من بغداد. أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك أستاذ عمر والكتابة قناة الرافدين ومتابعين قناة الرافدين. يا هلا بك، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، والرحمة على شهداء ثورة تشرين المباركة، والرحمة أيضا على شيوخنا العظام ومنهم الشيخ الكبير المجاهد المرحوم حافظ الباري رحمه الله ووصلها له جنات فسيحه. أستاذ بالنسبة لموضوعكم عن الفساد أو المظاهرات اللي خرجت بها أبطال ثورة تشرين المجيدة. نعم. أبو عمر إحنا قاعد يصير عندنا أبو عمر بدنا نتحدث في هذه الجزئية بالتحديد. أنه يوم أمس القضاء السلطة القضائية في العراق أصدرت مذكرات إلقاء القبض بحق بعض الضباط والمنتسبين على متورطين بقتل وجرح المتظاهرين والناشطين. التساؤل وين لعد مذكرات إلقاء القبض بحق الميليشيات أو ما يسمى الطرف الثالث؟ زين وين راح الطرف الثالث؟ مو الجماعة قالوا ضباط والجيش والشرطة ما لهم علاقة، أكو طرف ثالث ذا يقتل؟ نعم. وين السلطة القضائية من إصدار مذكرات قبض بعد أشهر عديدة من التحقيق ولجان وصرفت عليها ملايين الدولارات؟ ليش ما أصدر القضاء مذكرات إلقاء قبض بحق شخصيات من الميليشيات المتهمة بقتل المتظاهرين؟ أستاذ رافو كلامك منطقي واضح كل شيء يعني للغاية. أستاذ بالنسبة للقمع اللي صار والاغتيالات اللي صارت والسبب الفساد اللي بالعراق صار،
هم ناس موجودين في سلطة الأحزاب وقاعد هي تحكم بالمنطقة الخضراء من قيادات ميليشيات تدعمها جيوش إلكترونية تندفع نحو هذا الشعب بقتل الشعب المظلوم. وإذا بصورة عامة نقدر نقول أستاذ يعني هم نفسهم اللي يبينون نفسهم بأنه غير جهاد اللي قاعدة تسوي، فهم ما يقدرون يكشفون نفسهم ويعرفوهم بالتحديد فلان فلان فلان، هم أعضاء هم نفسهم أستاذ اللي بيحكم بالمنطقة الخضراء. هاي القيادات هي نفسها جاي تعطي أوامر تقتل أبناء الشعب العراقي. سلطة الأحزاب هي المتورطة، فما تقدر أستاذ يعني تذب اللوم على ناس يعني من غير أسماء موجودين في هذه السلطة ومنطقة الخضراء. يعني إذا صار الأمر أستاذ هم كلهم أعضاء متورطين، قيس القزعلي المالكي أيضا مقتدى الصدر اللي موجود قبعات الزرع اللي قتل، فهذول أستاذ ما ممكن أنه السلطة القضائية تعطي حكم على هذول الأشخاص اللي موجودين قاعدين يحكمون، فيصبح يعني الحكم يعني يفشل ويسقط الحكم أصلا نهائيا بقيادة هذول الميليشيات الأحزاب اللي قاعد تقتل الشعب العراقي وماكو لا تعيينات، وبسبب فسادهم يعني كل هاي الأمور هي يعني من إيديهم طالعة. فكيف إنه أستاذ يتكلمون عن الفساد أو بعض الضباط أو بعض اللي موجودين؟ وزارة الداخلية تديرها قيادة حسن العامري وكل الضباط اللي موجودين أسماء الدمج هم أستاذ من عندهم تابعين لهم. نعم. فكيف إنه تطي يعني تبين نفسها بأنه أكو سلطة قضائية؟ السلطة القضائية أيضا كذلك هم يعني بوامرهم وما ينفذون، وسلطة مسيسة. يعني سلطة العراق اللي موجودة هنا في العراق أن القضاء العراقي فاشل أستاذ برغم وجود هذه الأحزاب وسيطرتها على العراق بأكمله من 2003 ولحد الآن أستاذ. ما ممكن أي شخص أي مسؤول حاسبوه وقالوا له ملفات قضائية عليك وملفات فساد موجودة عندك، هم نفسهم القيادات كلهم اصلا فازين وعليهم القاء القبض بدون اي يعني مذكره. اللي صار هو سبب خراب دمار العراق هي سلطه الاحزاب اللي موجوده. القضاء ممكن انه يعرف بهم بس ما يقدر يطلع فلان فلان فلان، اذا راح تنكشف اوراقهم وراح هاي الحكومه اللي موجوده هي نفسها راح تسقط اوتوماتيكيا. فيظلون يعني نقدر نقول بصوره عامه استاذ يعني يعرفون يعني شلون مثل يضربون بنج للشعب العراقي، راح فلان نحاسبه وفلان راح نحاسبه وفلان فلان. هذه كلها مواقع تخديريه استاذ. لحد الان ما شفنا شخص تحاسب قضائيا خاصه من قيادات هذه الميليشيات اللي قاعد يصير اللي يصير عندنا. هذه كلها اوامر كذب ومزيفه يعني بانه اكو ناس بانه يحبون الشعب العراقي وراح نسوي مذكرات قبوض وكذا وكذا نعمل. فكل استاذ كلها كاذبه فشل، حالهم حال اللي القضايا اللي راحت والقضايا اللي سابقه. يعني هواي امور صارت عندنا، الانفجارات صارت والاغتيالات واللي صار عندنا بالغربيه اللي وقت المالكي اللي دمر المظاهرين وكيف بالحويجه اللي صارت. هذه كلها كل هاي الامور الاستاذ اللي كلها اللي الملفات اللي موجوده على احزاب السلطه ما في اليوم تحاسب احد من عندهم باي قانون يقتل الشعب العراقي من حين يطالب حقه يراد لوطن اللي صار له 17 سنه متدمر ما شاف من عندهم اي راحه وما شاف من عندهم اي زين. واذا طلع طالب عن حقه حكى اول الناس هو يقتل. زين الفاسد ما جاي يقتل ولا جاي يحاسب، يقتل المواطن العراقي حينما يطالب في ساحات التظاهر اريد تعيين، اريد وطن، اريد بلد امن اعيش به، هذا يقتل. والفاسد قاعد يقتل يسرق من حق الشعب، قاعد فلوس اقصد عندهم بالخارج، هذا ما يحاسب. باي عداله احنا عايشين ويا هذا القضاء استاذ العراقي؟ نعم. فما ممكن انه استاذ يعني نشوف الامور هذه تبشر بخير من عندهم في وجود هذه الاحزاب وهذه السلطه. وهذا كل الكلام يقول شلون استاذ كله مجرد يعني ضحك. نعم. على الذهن على الشعب، الشعب العراقي عرف هاي الامور. نعم. وبعد ما يستاذ يتحمل ما تنطلي عليه هذه اللي قاعد يصير. نعم. انا اشكرك ابو عمر. نعم. من بغداد كان معنا. طبعا بيان السلطة القضائية أكد بأن هناك عددا من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا، وآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة
تخضع حاليا للتدقيق من قبل محكمة التمييز. مسؤول حكومي قال بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يتابع بشكل مباشر كما قال سير التحقيق بأعمال العنف التي رافقت التظاهرات وأنه سيعلن نتائجها حال اكتمالها. المسؤول قال بأن الكاظمي كلف مسؤولين أمنيين منهم الأعرجي والأسدي والساعدي والآخرون بمتابعة الملف مع السلطة القضائية وأنه يطلع على سير التحقيق أولا بأول كما يقول، وبين بأن مجريات التحقيق تجري بشكل مهني وأن أي جهة لا تستطيع التدخل بعمل السلطة القضائية. وأثار حديث السلطة القضائية عن احتجاز ضباط وإصدار أحكام بحق آخرين تساؤل ناشطين عراقيين أكدوا بأن الحديث عن المتورطين بقتل واختطاف المتظاهرين يجب أن يتطرق إلى الميليشيات المسلحة المتورطة بتلك الأعمال الإجرامية. الناشط زياد الفتلاوي قال لصحيفة العربية الجديد بأن حديث رئيس السلطة القضائية لا يبعث على الإطمئنان بشأن الملف، لقد تحدث عن احتجاز وأحكام بحق ضباط ومنتسبين بالأجهزة الأمنية ولم يتطرق إلى الفصائل المسلحة وكأنها بعيدة عن الملف، قائلا لقد قدمنا أدلة ثبوتية ومقاطع فيديو تثبت تورط تلك الفصائل بقمع وقتل وخطف المتظاهرين. وتساءل هل تريد السلطة القضائية أن تبعد الفصائل عن هذا الملف؟ وحمل الحكومة ورئيسها مسؤولية أي تعامل غير مهني مع هذا الملف، وحذر من أن أي حماية للفصائل المسلحة من سلطة القانون هي مشاركة ودعم لها على ارتكاب الجرائم. رسالة على الواتساب نقرأها قبل الختام من أم نور من بغداد تقول السلام عليكم، من خلال منبركم الشريف أريد أناشد مصطفى الكاظمي بالالتفاف إلى السجناء النساء والإفراج عنهن ويفرحون أهلهم وأطفالهم، ونشكركم على هذا البرنامج اللي وصل صوتنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.